تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة 54، وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير. يشهد المعرض عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية، ويشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع 5. وحول أهم أجواء معرض القاهرة الدولي للكتاب وأبرز ما تضمنه من فعاليات وأنشطة مع الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري إلى هناك. بالفعل إقبال كبير من الجمهور في 7 يوم من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام في منطقة التجمع 5. هذا اليوم الذي شهد كثافة كبيرة من فئات عمرية مختلفة وخاصة من فئة الشباب، ورصدنا أيضا وجود عدد كبير من الفتيات، وكذلك هناك إقبال على شراء الكتب والروايات وخاصة أيضا الأدب النسائي، فهناك العديد من الكاتبات النساء التي تواجدت بقوة في أرفف وأجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب. إجمالا اليوم 5 شهد مجموعة من الندوات والفعاليات الثقافية وأيضا الحفلات الخارجية على مسرح الخارجي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. من بين هذه الندوات الثقافية كانت ندوة بعنوان نحن والذكاء الاصطناعي، والتي أقيمت اليوم في قاعة صلاح جاهين، بالإضافة إلى ندوة أخرى كانت بعنوان مصر وإندونيسيا علاقات متبادلة، وأيضا كانت هناك ندوة بعنوان مستقبل صناعة النشر في الأردن. ومن المعروف أن الأردن هي ضيف شرف الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. كانت هناك ندوات أخرى أيضا شهدها المعرض لهذا اليوم 7 من فعالياته، وكانت بعنوان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وهي أيضا من الندوات الثقافية والتاريخية التي تحدثت عن الثقافة والتراث. نتحدث عن عدد كبير جدا من الجمهور الذي كان حريص على شراء واقتناء الكتب والاستفادة من العروض الكبيرة التي يقدمها العديد من دور النشر المشاركة هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. نتحدث عن نحو أكثر من 1000 دور نشر مصرية وعربية وأجنبية تشارك في فعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. وأيضا الهيئة العامة للكتاب قدمت مجموعة من العروض، حيث وصل سعر الكتب فيها إلى 5 جنيهات، وأيضا وصل في كتب أخرى إلى 2 أو 3 جنيهات. هذا العام هناك سهولة في دخول الزائرين والمواطنين، وذلك عن طريق الحجز الإلكتروني لتذاكر أو دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالتالي نتحدث عن دورة أكثر تنظيما أكثر سهولة ويسر للمواطنين وللزائرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب. وصل إجمالي عدد الزائرين حتى اليوم 7 وصل إلى 1.5 مليون زائر. يوم أمس كان عدد الزائرين فقط أكثر من 220 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالتالي نحن نتحدث عن زخم ثقافي وفعاليات ثقافية وشراء أيضا للكتب بشكل كبير في اليوم 7 من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. إليكم زملائي في الاستوديو.